بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في الصف الإلكتروني الخاص بمادة الكاي، ونتمنى لكم النجاح والموفقية. اليوم نتناول المحاضرة الأولى من محاضرات مادة الكاي، وهذه المحاضرة هي محاضرة تعريفية. في البداية، كلمة الكاي هي مختصر لعنوان Computer Aided Engineering، والتي معناها الهندسة المعززة بالحاسوب. على سبيل المثال، عند تصميم ماكينة أو جزء من ماكينة، لابد من اختبار هذا التصميم عن طريق تصنيع نموذج أولي وتسليط ظروف عمل حقيقية لمعرفة نقاط الضعف في هذا التصميم ومعالجتها في المرحلة اللاحقة. وهذه العملية تتكرر لأكثر من مرة في سبيل تحقيق التصميم الأفضل Optimization Design. وهذا تترتب عليه تكلفة مالية وجهد بشري ووقت طويل، ولذلك ظهرت برامج نطلق عليها Simulation Programs، وهي برامج المحاكاة الغاية منها خلق واقع افتراضي داخل الحاسبة يحاكي الواقع الحقيقي، بحيث وفرت هذه البرامج الوقت والجهد والمال للشركات والمهندسين. ومن هذه البرامج برنامج الأنسز. برنامج الأنسز هو أحد برامج المحاكاة، وهذا البرنامج أكاديمي وصناعي، وهذا البرنامج يحتوي على كثير من التطبيقات لحل مختلف المسائل الهندسية، مثل انتقال الحرارة، جريان الموائع وعمليات الاحتراق، وتحليل الإجهادات في الهياكل الميكانيكية، وإلى آخره من التطبيقات. اسم برنامج الأنسز مأخوذ من الأحرف الأولى للكلمتين Analysis وSystem. الواجهة الرئيسية للبرنامج الظاهرة أمامكم تحتوي على كثير من المعالجات التي تتناول حل مختلف المسائل الهندسية والفيزيائية. على سبيل المثال، معالج الفلوينت الذي يختص في مجال جريان الموائع وأيضا تبادل الحرارة بين الموائع والأجسام الصلبة. ومعالج Static Structural المختص بالهياكل الميكانيكية، والمعالج Steady State Thermal المختص بانتقال الحرارة وتوزيع درجات الحرارة. برنامج الأنسز يعتمد على حل المعادلات الحاكمة للظواهر الفيزيائية، مثلا عملية التوصيل الحراري في الجسم الصلب في الحالة الغير مستقرة، والمطلوب معرفة توزيع درجات الحرارة في هذا الجسم، وعليه يجب حل المعادلة العامة للتوصيل الحراري، وهي معادلة تفاضلية جزئية من الدرجة الثانية ذات الأبعاد الثلاثة المكانية X, Y و Z مع التغير في البعد الزمني. ومن غير الممكن حل هذه المعادلة بالطرق الرياضية التحليلية، وعليه يتم حلها بالطرق الحل العددية التقريبية، وأحد هذه الطرق هي طريقة الفايناي ديفرانس ميثود، وهي أبسط طرق الحل العددي. وهذه الطريقة مرت عليكم في العام الماضي في درس انتقال الحرارة. وفكرة هذه الطريقة تقسيم الجسم إلى خلايا صغيرة ذات أبعاد دلتا X ودلتا Y ودلتا Z، وكذلك تحويل المعادلة الرئيسية إلى معادلة بالصيغة العددية، بحيث يمكن تعويض قيم درجات الحرارة لكل نقطة من نقاط الجسم في المعادلة، وذلك بعد تثبيت الشروط الحدية
والشروط الابتدائية على الجسم، وبتكرار عملية الحل نجد الحل الحقيقي من خلال تقارب النتائج وتطابقها مع زيادة دورات الحل. وهذا الشكل يبين الفارق ما بين الحل الحقيقي والحل العددي التقريبي، ويظهر أنه كلما صغرنا من أبعاد الخلايا سيلز كلما زادت دقة الحل العددي. محاسن طريقة الفروقات المحددة بأنها تحل أي معادلة تفاضلية، ومساوئها عند الأشكال الهندسية المعقدة تكون دقة هذه الطريقة منخفضة. على سبيل المثال الأشكال الظاهرة لنا، وأن أكثر الأشكال في الهندسة الميكانيكية تكون معقدة، ولهذا السبب وغير من الأسباب الأخرى تعتبر طريقة الفروقات المحددة غير مجدية لنا. اقترح الباحثون طرق حل عددية أخرى، من هذه طرق الحل طريقة Finite Element Method، طريقة العناصر المتناهية، وطريقة Finite Volume Method، طريقة الحجوم المتناهية. طريقة العناصر المتناهية فكرتها تجزئة الجسم إلى عناصر غير متساوية بالأبعاد كما يظهر في الشكل، وتطبق الحسابات على كل عنصر بمعزل عن العنصر الآخر لغرض إيجاد التشوه والانفعال في العنصر والعنصر الذي يليه وكما يظهر في الشكل والعنصر الذي يليه، وبالتالي يكون لدينا مجموع هذه التشوهات هو التشوه الكلي للجسم. والطريقة الثانية هي طريقة الحجوم المتناهية Finite Volume Method، وهي بصورة مبسطة تقسم الجسم إلى حجوم صغيرة، وهذه الحجوم لها مساحات سطحية خارجية وحجم داخلي، ومن خلال المعادلة الخطية العددية يتم حساب أي كمية فيزيائية تمر ضمن هذا الحجم الصغير، حيث معدل التغير لهذه الكمية داخل الحجم يساوي الكمية الداخلة مطروحا منها الكمية الخارجة مضافا إليها الكمية المتولدة ضمن هذا الحجم. برنامج الأنسز يطبق الطريقتين المذكورتين سابقا Finite Element Method والFinite Volume Method، وهناك برامج كثيرة من البرامج التي تعمل على المحاكاة، منها على سبيل المثال برنامج الماتلاب يحتوي على اختيار سيميلينك الذي يضيف نافذة المحاكاة، برنامج سوليد وورك كذلك يعمل المحاكاة، ولكن يعتبر برنامج الأنسز هو الأفضل في مجال المحاكاة. الخطوات الرئيسية التي تقوم بها برامج المحاكاة لحل المسائل: أولا تهيئة المجسم الخاص بالمسألة عن طريق الرسم، ثانيا تحديد نوع المادة لهذا المجسم في المسألة، مثلا هل هو جسم صلب أو سائل أو غاز، نوع هذه المادة حديد نحاس ماء هواء. الغرض تحديد الخواص الفيزيائية لمادة المجسم. ثالثا عمل التجزئة مش جنريشن. رابعا تعيين الحالة الفيزيائية والشروط الحدية والابتدائية التي سوف تطبق في المسألة
بمعنى أن المسألة هي انتقال حرارة أو جريان ماء أو تحليل إجهادات. خامسا اختيار طريقة الحل العددي. وأخيرا سادسا عرض النتائج. منهاج مادة الكاي هي المواضيع أدناه: Course of Study 1. Study and Transient State Thermal 2. Static and Transient Structural 3. Thermal and Structural Interaction 4. Model and Harmonic Response 5. Fatigue Failure Analysis 6. Design Optimization 7. Fluid Natural Convection 8. Fluid Laminar and Turbulent Flow 9. Fluid Structural Interaction 10. Linear Buckling 11. Fluid Simulation by CFX 12. Fluid Structural Interaction by CFX. وأخيرا على الطالب الأمور الآتية: أولا تهيئة حاسبة شخصية، ثانيا تنصيب برنامج الأنسز وبرنامج السوليد وورك، ثالثا تنصيب البرامج الخدمية، برنامج تصوير سطح المكتب للحاسبة زائدا برنامج مضاد الفيروسات، رابعا الحصول على محاضرات والتمارين وأسئلة السنوات السابقة الموجودة على القرص دي في حاسبات المختبر. وفي الختام لكم جزيل الشكر على حسن أصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.